أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد عزم بلاده شن عملية عسكرية في سوريا في حال لم تقبل الولايات المتحدة بدورها في مكافحة الإرهاب. منسق استجابة سوريا تقول إن استمرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط الحدود تمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني، كما تمنع نظام الأسد من التحكم بالمساعدات وطرق إيصالها. مديرية التربية والتعليم التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب تصدر قراراً بتشكيل مجالس من المجمعات التربوية ومديرية التربية تعنى بدراسة واقع الراسبين وحقهم تعديل نتيجتهم من راسب إلى ناجح. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام ترفع أجور شركات نقل الركاب بين المحافظات بنسبة 30%. إخماد حريق اندلع ضمن محطة وقود مخصصة لبيع البنزين أوكتان 95 على طريق المتحلق الجنوبي في منطقة المزة وسط دمشق، وداخلية النظام تقول إن الأضرار اقتصرت على الماديات. الطفل السوري محمد عودة يفوز بالمركز الأول في المسابقة الوطنية للقراءة بلغة الإشارة الخاصة بالمصابين بالصمم أو ضعف السمع لعام 2022 في هولندا.